هذه بعض تمور مدينة منورة، وهذا التمر العجوة الشهير بالمدينة الذي فضائله وخصائصه لا تخفى، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بخصائص، فمن ذلك أنها بلدة مباركة فضائلها معروفة مشهورة، ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، ودعا لثمرها ولمدها ولصاعها أيضا بالبركة. وسوف أتحدث إليكم قليلا عن تمر العجوة. والعجوة تمر مشتهر معروف متواتر عند أهل المدينة لا يخفى، وقد قال الإمام السمهودي رحمه الله مؤرخ المدينة عن هذه الثمرة المباركة: ولم تزل العجوة معروفة بالمدينة، يأثرها الخلف عن السلف، يعلمها كبيرهم وصغيرهم علما لا يقبل التشكيك. وقال الشيخ حليت مسلم رحمه الله إمام مسجد القبلتين المتوفى سنة 1412 في كتابه النخيل بين العلم والتجربة: العجوة نخلة عريقة حجمها متوسط، لون التمرة أسود. وقد جاء في تمر العجوة عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل حين يصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وجاء في بعض الروايات تخصيص عجوة العالية بمزيد خصيصة، حيث روى مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة. أول البكرة يعني تأكلها على الريق. وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجوة من الجنة، العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وجاء في بعض الروايات تفضيل جميع تمور المدينة، حيث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي. واللابتان هما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية. هناك قصة طريفة حصلت مع الدكتور الشريف نايف الدعيس البركاتي عضو مجلس الشورى مع الملك فهد رحمه الله، فيها قصة طريفة عن العجوة، وهو أن الملك فهد رحمه الله سأله عن تمور المدينة وعن خصائصها وفوائدها، فذكر له ذلك الدكتور الدعيس، ثم طلب منه الملك فهد رحمه الله، طلب من الدكتور نايف الدعيس أن يكتب له بحثا خاصا عن تمر العجوة، عن عجوة المدينة. فكتب له بحثا عن تمر العجوة وسلمه إلى الملك في مجلس آخر، ثم إن الملك رحمه الله أعجب بهذا البحث وأمر بشراء جميع العجوة التي في المدينة، وأهداها إلى أمراء الخليج مع نسخة من بحث الدكتور الدعيس. ثم إن الملك فهد رحمه الله قال للدكتور: أصبحت آكل كل يوم 7 تمرات عندما أصبح من تمر العجوة بعدما قرأت بحثك.